من أصبت ما قد تهليك أجل حكرا إن شاء الله بإذن الله نسهل الرب والدواء يلزم الستة شنو يلزم ستة يلزم نجيبه أربعة وشي أسرع الله يصفتها حتى تجربه حتى تشوفه يحترق شيوه مريكيين كما حدك أول 90 كامل مثلا مش كذا أنا لو مشي معك أما نحن حقنا من لون على خطر نحن مش لعب هاي لحظة فهمت كيفاش واحد من الناس أنا زاد نولي نخاف يقول لي يجيني مغادي يقول لي أنا جبت لك أربعة ولا كذا يقول لي حاشاك أنت تمنيك عليا فهمت كيفاش تولي ليش في مشكلة معك وليش كذا وكشوف الدنيا كيفاش فهمتني نحن قلنا له أربعة هو قال لنا أربعة بستة وأنا وصيته على أربعة فهمتني وانت اللي ترى صار صفاتها ايش نقول لك فهمتني هو اربعه انت ما كنتش تخبيها ولا تخلي زوز على الباب الاخرى معناها كلمه شرطيه قال مارك مارك مش كلاش مارك مارك هذه قده كي صغيره في 100 كو بار مينوت 1000 متر كرتوشه في الدقيقه تخرج نعم في الدقيقة فهمتني؟ أيه. سوما في زوز ملايين أيه. سوما هي كي قد الفرد الماك أيه. سوما في زوز ملايين زوز ملايين شوي وعنا كن نجيبو زوز وماك هذي نجيبو زوز مع ماك آه. النجم هو كي غادي كي نوصل نقول له جيب لي في بلاصة زوز أخرية في بلاصة زوز آه. جيب لي زوز نورمال أيه. سيلونسيو آه. وجيب لي كعبة ماك أيه. السوم هو هو أيه. فهمتني؟ السوم هو هو أما إن شاء الله تبدأ عنده كعبة ماك تحته كيد يلقى إن شاء الله تبدأ أما ماك ما يرسل وصيه سيفة حيرة ماك انت تبدأ ماشي أنت في الشارع كما نقوله مثلا إكزامبل شفيق وجري ولا غيره ولا خنتاش ولا غيره يبدأ ماشي في الشارع يتبر عليه الموتور فرغ فيه ألف متر كرتوش الكرهبة واللي فيها والناس الكل فهمتني يردهم كاسكاس حاشاك وليك فهمتني راهي تعمل حس
قداش ولاو؟ 3 ملايين 700 700 حساب نبي حساب صحيح صفات نقصتنا حفيش نقصتنا مش نبات اليتيم في الوتيل صفات و 120 ألف ليورو تور مزود فلان في الكارت معناها 500 ألف أحسب قديش الوتيل 50 ألف 50 ألف الواحد أي؟ أي نحن ثلاثة أنا وعلي وشوفور اللي معنا أي قد يجي 150 ليلة ثلاثة 150 ليلة ثلاثة أي في ليلتين 300 و 120 ألف تاع المزوط اللي هو الروتور أي 420 ألف 500 ألف لا والله ما نجم نحول حتى شيء سفر والله العظيم نجم نحول حتى شيء شيء 10000 فرانك لا لازم نهار حتى شيء ما تعرف اني عبيد سفاسي تعرف عبيد كيفاش تخدم هذوك
ربي يجيب شباب يسروا ويقولوا نحن سي فتحي ان شاء الله. عاد فضلك الزوج يزيز لا لا فهمتني لا لا نجيبوهم لا صطابي لا لا يمشيوا لعبه هي مش لعب ولكن كما تفهمنا سي فتحي هذوك اربعة ايه اربعة تصرفوا ذا فرصة تو نتصرف تو وبعد ربي يعمل فيه سي فتحي تو معناها كما يقولوا نزلوا من جميع انواعك انا ننزل من ضد وكذا ربي يقدر خير ان شاء الله فما كان خير ان شاء الله. عمل لي هذا الوريق عليك الوريق شنو باش تكتب فيها الوريق؟ وريقها معناها عافيتك معناها لا باش تبدا حسابنا معناها نقعد نتحاسب انا وياك. بدا يشوف الحساب شنو سيلو؟ لا ورقة هاي هاي ها هاي وريق اما كورة تاو اما كورة قال ليه الناس ليه في الكورة هاو كستيرو سيفات هاي هاي ونشوف ورقة اكبر ها شوف ورقة اكبر كساوي أربعة كساوي ولا كساوي ولا نعم كساوي مقابل كساوي شنو نقولوا له مقابل أبي مرشوة مقابل ملابس ملابس العمل ملابس العمل للعمل 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 صحيح للعمل ايه الشركة شنو؟ الشركة ما خبرت شيء هذا بيني وبينك ايه ملابس للعمل اوكي بيه والسلام هكاك بيه ونزيد حاجة لا من الستة بعد وقت خلينا باش نحن نتحاسبوا بالضبط باش بعد نحن كان قاعدة الشركة نعطوك نرجع لك فلوسك كان قاعدة الشركة نولوا نرجع لك فلوسك تاخذ شيك فيها ان شاء الله هذا ماذا بيا معناها في انا عملت الوقت بالله العظيم كنت عامل برنامج كسوة لي كراهب كسوة لي معناها حتى الترونسبور يساعدنا تساعد وبعد العمليات اللي حكيت لنا عليهم سي فتحي نعمل عملية اثنين يجي الخير بإذن الله تولي إن شاء الله إن شاء الله ربي يسر إن شاء الله إذا نجحت حاجة يسرح بإذن الله كل شيء تنجح حاجة تنجح عملية سي فتحي تنجح العملية الكل تنجح عملية الكل إن شاء الله زوج والناس كيف خزنوا برشا ما زوج اللي بين شفيق عنده راهو دبو في الفلوس شفيق جراي دبو في صفاق صبايا حكي لي عليه السيد هذا المخزن فيه 800 مليار مخزن فيه 800 مليار حسب ما حكي لي السيد والله اعلم يا ولدي هو من الناس هما حكوا دبوه ذراع وكرشوه الحاكم كرشوه انه هو اللي عامل الميليشيا وعاملها وشكون هو بن طيب زاده بعد داروا على البحر هذه بريد الثورة دي بعد الثورة يا رجل ايه جوست بعد الثورة ايه عاملوا ميليشيا تو كل خالي تو واحد كما شفيق الجزائري الروس بتاع بناني وغيره خاطر ما شيء بناني راهو عندهم هم دي بهيش وعنده واحد اخر اللي راهو شكرا لله شكرا
ولاد حلال وصفته ها؟ يفعلوا يخدموا وصفته يخدموا يخدموا كل واحد كما كمال الطيف كما حكيت لي انت حاط فلوسه عند الزواري وكذا كذا الزواري وقتاش تخلق هو الزواري صحيح وقتاش تخلق الزواري مازال كي مازال كيف دي كله سبحان كله صفي فلوس عند الزواري ياخي الزواري لا سبحان الله ما يمشي كان يبيع في الحليب والسكر واحد كان يبيع في البنان صار ابو الرجل في حد ذاته ولو زاد يحبوا يطيحوا البلاد صفاتها انا حسب الفيلم تاع عباد البيت حتى تضرب الاقتصاد نتاع البلاد وشو هو الهدف نتاعها؟ هو مساعد مش لانه بالعلم نتاعها بالمسير نتاعها اكبر اعداء علاش انا مش انه يلزم تجزيرها قبل الناس كلها هذوما يحلون بجعفرية حبوا شيف شي مش نعم نعملوا نحن نعملوا نحن صفات شو اسمه هدايا له معناه مش يمشي معكم ما يعرف حد شيء ما يعرف حد شيء والله لا يعرف حد شيء هو مو عليه صفاتها يعني خاطر بيجيب القضية بيجيب القضية أنا باهي أنا بيجيب القضية في التران السيد باش يخلي الكهرباء في برشلونة السلاح باش نحطه في الكهرباء ويزيم يجي معايا يعني تحب نخليه لبرا نخليه لبرا فهمتني مو على خاطر ما نجمش يجي اثنين واحد صفاتها يز معايا واحد فهمت كيفاش أما عليه تحب نخليه لبرا نخليه لبرا تحب نقول له أنا باهي بعد عليه في الخدمة نتاعنا نقول له نحيدوه كومبليتمون نجبدوه انا معي انا ما يلزموش يكون حتى واحد على معك انت انا انت عباره صدق هكا ما يلزمش واحد ثاني داكور مش كل شيء يتعارض مش كل شيء يتقال بالضبط مش كل شيء يتقال وكل شيء يتعارض وعماد الريحي راهو بيرو في التوتال عنده بيرو في الكوليزي بيرو وحده كان عنده في الكوليزي ما عادش عنده وما تبعوش مش صحيح باقي تبعوه تبعوه صفات عطوني عليه عطوني عليه معلومات صحيحه يمشي الكل زي لكن يخرج في وقتها ما ينفعش انت عموما ما تاكل شيء صعب هاي حاجه على خاطر ما يبيعوش معاه هما في توتا باهي زي ثبتوا فيها ويمشي لتوتا توتا قاسم في توتا وغدهم كلامهم يثبتوا فيها وغدهم كلامهم يثبتوا فيها ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه صفاتي ووقت تليفونات اللي نكلمك انا ان شاء الله لين نجي نكلمك انا من التاكسي فون نكلمك على الفيكس زاد من التاكسي فون نكلمك على الفيكس تاع الشركة من التاكسي فون كلمني طمني معناها نطمنك اي هاك الكساوي صحيح الكلمة ما بيناتنا كساوي نقول لك الكساوي صحيح ان شاء الله ربي يجيب ان شاء الله ربي يجيب فلوس ان شاء الله معكم. ان شاء الله جمعين صفاتي انا معك واحد يخو من الاسواق جميعا واحد ربي قدر خير امين يا رب وما تنساش نحن ديما اولادك ربي عالم انا كما يقولوها انت وعلي والله العظيم اما ما نحبش معناها بدون لا شر يعني فهمت نورمال ما صدق نورمالمون كان لازم تكون هكاك الحكايه. هكا السيد خويا يسير لبرا وحتى واحد ما يبدا معك لهنا. بالضبط. نورمالمون هكاك. انا وياك. يا سي فتحي. هاي سي فتحي. ربي يشوف الصور. اجمعين. عايش. نحبوا ان شاء الله نقدموا ونشوف الثقافه ونشوف كما يقولوها في البيت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تبدا النوايا الطيبه اللي حولها كل شيء باذن الله هاي يا سيدي تصبح على خير منظر هاي تصبح على خير تمام الحمد لله رب العالمين الحمد لله
السلام عليكم.